يمثل رمزاً لكفاح المرأة ويوماً لوقوف التمييز وانعدام المساواة، خلد خروج 15,000 عاملة بمسيرة ضخمة في نيويورك للمطالبة بساعات عمل أقصر وأجر أفضل. 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة. يحتفل العالم في هذا اليوم من كل عام بعيد المرأة. جاءت الفكرة عام 1910 عندما اقترحت كلارا زينكن يوماً عالمياً للمرأة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي للنساء العاملات في كوبنهاغن. حضرته 100 امرأة من 17 دولة مطالبات بوضع حد للتمييز ضدهن. في 8 آذار عام 1914 نظمت مسيرات احتجاجاً على الحرب العالمية تبعتها إضرابات نسوية في روسيا عام 1917 تحت شعار الخبز والسلام، انتهت بإقرار حق المرأة في التصويت. أما رسمياً فتحول عيد المرأة ليوم يحتفل به في الدول العالمية بعد إقراره في الأمم المتحدة عام 1975. في العراق، المرأة العراقية كانت ولا تزال أيقونة نجاح وصبر وتضحيات لم تكسرها ظلام السنوات التي شهدتها البلاد نتيجة الحروب والحصار والدمار.